من جد دكتور عبد المحسن احمد اخصائي نفسي للاطفال، مساء الخير، اهلا بكمان دكتور عبد المحسن. لنبدا بالاهل، كيف يمكن مساعده اطفالهم بهذا الموضوع؟ اهلا وسهلا فيكم واسعد الله اوقاتكم جميعا. اهلا وسهلا ومشاهديكم الكرام. موضوع السمنه يعني من احد الموضوعات التي رائجه في الوقت الراهن، ومن الملاحظ ان زياده اوزان الاطفال اخذت وباضطراد في تزايد غير اعتيادي. انا اعزو هذا ربما الوجبات السريعه وخلافه، انما كيف يمكن للاهل ان يبداوا في مساعده هؤلاء الاطفال بتقنين المواد الغذائيه التي يتناولها هؤلاء الاطفال تقنينا يعني دقيقا، وان يوزعوا. صحيح، هذا ضروري لتفادي الوقوع في مشاكل، ومنها التي نتحدث عنها اليوم التاثير النفسي على الأطفال بعد تهكم عمليات تهكم من أطفال آخرين. لنبدأ بالأهل، كيف يمكن العمل على هذه النقطة بطريق طبعا مفروض العمل على خسارة أوزانهم، ولكن كيف يمكن العمل على عدم تأثير الأطفال بأي حالات تهكم؟ بالضبط، السخرية أصلا من الأطفال تؤدي إلى تشويه مفهوم الذات لديهم، ومفهوم الذات هو أحد المركبات الغاية في الأهمية التي تكتسب أهمية بالغة في مرحلة من مراحل النمو. إن أي استهتار يتم أو أي استخفاف يتم بهؤلاء الأطفال في قضية ليس لهم فيها يد أو حيلة يعتبر واحدة من المدمرات في مفاهيم الذات لهؤلاء الأطفال، مما سيدفع بهم في الكبر إلى فقد الثقة بالنفس والتفاعل مع المجتمع بالشكل الإيجابي والمطلوب والمأمول منهم. ألو؟ طيب بالمدرسة، نعم معك، بالمدرسة ما الذي يجب أن يحدث هناك يعني لنتحدث أنه يحدث هذا في المدرسة، ممكن بأماكن أخرى أيضا؟ بوجه عام الأسرة، المجتمع، المدرسة، ثلاثي مكمل بعضهم البعض في كثير من قضايا الأطفال والطفولة. وكما أسلفت سابقا أن السمنة من أحد القضايا التي البارزة الآن في موضوع الأطفال في المدارس في المجتمع، فالجميع يجب أن يتكاتف ويتكامل في موضوع التوعية بضرر السمنة وإحداث البرامج الجيدة لإنقاص الوزن والاستخفاف والاستهتار بالأطفال، يؤدي فعلا إلى انعدام الثقة بالنفس، كما أنه يشوه مفهوم الذات، مما قد ينتج عنه في الكبر إلى أشخاص عدائيين أو ضد هذا المجتمع. ربما كثير من القضايا التي تظهر فيما بعد، الاكتئاب، القلق، التوتر، هي نتيجة حتمية لأي استهتار أو استخفاف للأطفال في مرحلة الطفولة. نصيحة منك دكتور نفسي لأي طفل يعاني هذا الموضوع اليوم، يعني لو أتى لعيادتك ما أول ما تقوله له؟ أنا سأوصي وأنصح بشدة أن يتبع برنامج غذائي وبرنامج رياضي لإنقاص الوزن، كما أن لو هناك يعني إلى حين إنقاص الوزن ماذا تقول له كطبيب نفسي؟ يجب أن يقيم على ذاته حماية يعني كمحيط أي دولة، أن الذات هذه تشبه الدولة القائمة، يجب أن يكون لديه مصدات أو دفاع ضد أي هجمات سلبية تأتي من المجتمع أو من المدرسة أو الأقران في المدرسة أو من الأسرة. نعم، أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا مجددا دكتور عبد المحسن أحمد أخصائي نفسي الأطفال، شكرا لك. أعلن علماء روس تصنيع جهاز لتحليل الدم يمكنه الكشف عن الإصابة بمرض السرطان خلال دقائق، وذلك بعد تحليل قطرة واحدة من دم المريض. يساعد هذا الجهاز الأطباء في تأكيد تشخيصهم الأولي بعد المعاينة العامة للمريض، ولا يقتصر الأمر على الكشف عن المرض الخبيث بل عن كثير من الحالات المرضية الأخرى.